2019 قمنا بزيارة سيدة حسنة تدلاوي عمرها 47 سنة. هذه مدة 10 أيام جات عندنا هي الزوج ديالها بحال يرثى لها يقطنوا بواحد البادية وكانت محتاجة العملية ديال القلب واحد المكانة هي اللي كانت خاصها في القلب ديالها باش يمكن يكون عندها دقات ديال القلب مقادين كانت كتسوفري وكانت في حالة حرجة فاش جات عندنا والحمد لله العملية تكنات بالنجاح والعائلة ديالها كلهم جد فرحين كلشي فرحان كيفما الطاقم مغرب ينقاد كلهم فرحانين وكنشكروا المحسنين اللي ساهموا بالقليل أو بالكثير باش نقلوا هاد السيدة هادي دونك الحمد لله السيدة فرحانة النهار الزوج ديالها فرحان العائلة ديالها كلهم فرحانين وكنشكروا الجميع وعيد مبارك سعيد للجميع المسلمين وشكرا ايدينو دوني دي دون نوتخ سيت اي www.maghreb-6secours.com Merci.